يتم الإعلان عن نتائج مسابقة بعض سور القرآن الكريم لأكاديمية ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد المبارك. جزا الله الحاضرين والقائمين عليه وكل من ساهم في ذلك، اللهم آمين. نعلن على بركة الله الفائز الأول محمد صادق، تكبير. يتفضل ليستلم هديته، بارك الله فيه وبوالديه. آمين. Pause it for a second. Muhammad, Dubai, so we can take a picture. الحمد لله رب العالمين. نعلن على بركة الله سبحانه وتعالى الفائز الثاني كرام أيمن. تكبير. الحمد لله رب العالمين. الطالب الثالث إبراهيم صادق فليتفضل. تكبير. الله أكبر. الإخوة الكرام الفائزون الأوائل الثلاث قد أخذوا بفضل الله جوائز عينية، وأما ما تبقى من الطلبة الفائزين بإذن الله سيتم تسليمهم بطاقات جيفت كارد من محل ألعاب الفائز الرابع فليتفضل على بركة الله الطالب محمد الفاضل. الله أكبر. الله وليستلم هديته عبارة عن جيفت كارد بمبلغ قيمته $20. الله يبارك في الله. تكبير. نعلن الطالب الخامس توفيق آدم فليتفضل ليستلم هديته. تكبير. الله أكبر. هذا رئيس العصابة مع حزم. نعلن على بركة الله الفائز السادس محمد عبد الكريم فليتفضل وهديته جيفت كارد قيمة $20. بارك الله فيه وفي أهله إن شاء الله أجمعين. اضحك بس يا شيخ علمهم ان ابتسامه صدقه.
Smile. We're not gonna take too long. الطالب الفائز السابع موقع آدم فليتفضل. تكبير. الله أكبر. تبسيم. أخوتي وأحبتي في الله، قمنا بتكريم الطلبة السبعة الذين تموا حفظ جزء عما، وهناك طالب غائب بسبب المرض الذي هو خالد بخيت شافاه الله، فكرمنا أولا من أنهى حفظ جزء عما بفضل الله سبحانه وتعالى، والآن سوف نبدأ بالطلبة الآخرين. الطالب الفائز الثامن الشيخ صالح عبد الكريم فليتفضل. وجهك هناك على الصحابة الكاميرا. الفائز التاسع أيوب محمد فليتفضل. ما شاء الله. تكبير. بارك الله فيهم وفي أهلهم يا رب، من كل المسلمين. آمين. الطالب العاشر أحمد عادل فليتفضل. الله أكبر. تكبير. الحمد لله. يا الطالب الفائز الحادي عشر مصطفى محمد فليتفضل. الله أكبر. تكبير. You gotta give that gift card to me, okay? Yes. What did you all your children? Alhamdulillah, ya Rabbi al-Alamin. Al-Talib, Al-Faiz, Yahya Taqa, Ma'aj, Al-Tani Asha, Ibrahim Abdelkarim, Faliyatafadhan. Yeah. Al-Kabir. الحمد لله رب العالمين سيف عدنان فليتفضل. تكبير. الحمد لله رب العالمين. ابتسم. الآن مع الطالب الفائز رقم 14 محمد نور فليتفضل. Sorry.
الحمد لله الذي بفضله ونعمته تكون الصالحات. الحمد لله الذي هدانا إلى نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي رزقنا ورزق أولادنا وأحفادنا أن يحفظوا بفضله وكرمه شيئا من كتابه الكريم. اللهم أتم علينا فضلك بتمام حفظ القرآن الكريم. اللهم آمين. اللهم آمين. جعلها الله في ميزان حسناتكم وحسناتنا والقائمين على هذا المسجد المبارك بإذن الله وكل من ساهم في ذلك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. جمعنا الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. And the next context is going to be, inshallah, within 6 months. So we encourage everyone to study hard, read hard, improve themselves, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in the children for their efforts and also the parents. There is a very good result from the parents. May Allah give you ajr azim, inshallah. All the kids come to gonna take pictures with Abu Omar.